مساء الخير على كل مشاهدي ومتابعي قناة النادي الأهلي. برحب بيكم في حلقة جديدة من برنامج كلام في الميديا. النهاردة إن شاء الله وكمان 3 ساعات بالتحديد النادي الأهلي هيواجه فريق وادي دجلة في الجولة 20 من الدوري الممتاز. المباراة إن شاء الله تكون الساعة 8 على ملعب بترو سبورت. النادي الأهلي بالتأكيد طبعا بيسعى إن هو يفوز باللقاء ده تحت قيادة الأوروغواني مارتين لاسارتي، ولازم طبعا هو النهاردة يحقق أكتر من هدف في المباراة دي، وأكيد أول الأهداف دي هي الفوز أكيد عشان نستمر في طريقنا للمنافسة على درع الدوري، وتاني هدف هو الاستمرار في نغمة الانتصارات، بالإضافة طبعا للأداء الجيد اللي ظهر عليه الفريق في آخر مباراة ليه قصاد مصر المقصة، المباراة اللي فاتت واللي فاز فيها طبعا النادي الأهلي ب3 أهداف نظيفة. وأكيد كمان المباراة دي هتكون أفضل إعداد للفريق عشان مباراة سيمبا التنزاني يوم السبت اللي جاي في الجولة الثالثة من دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا، واللي بيتصدرها النادي الأهلي برصيد 4 نقط. كمان أكيد طبعا النهاردة بنتمنى للنادي الأهلي التوفيق في اللقاء ده، ونتمنى أكيد إن هو يقدم لنا أداء ممتع كالعادة. وطبعا بعيدا بقى عن اللقاء ده، النهارده النادي الأهلي والجونة اتفقوا مع بعض على إتمام صفقة إعارة أكرم توفيق وإسلام جابر لعيبة النادي الأهلي لفريق الجونة لمدة 6 شهور. هنروح سريعا لمراسل قناة النادي الأهلي كريم أحمد من فندق إقامة الفريق طبعا قبل 3 ساعات بالضبط من اللقاء الهام قصاد وادي دجلة في الجولة 20 من الدوري الممتاز. كل التحية ليك يا شيما، أهلا بيك وأهلا بكل مشاهدي وجمهور النادي الأهلي أينما كنتم. جولة جديدة من بطولة الدوري العام الأسبوع 20، مباراة دجلة والنادي الأهلي على استاد بترو سبورت في تمام الساعة 8. مباراة غاية في الأهمية وغاية في القوة كعادة مباريات النادي الأهلي، لكن الشيء اللي مطمئن لكل جمهور النادي الأهلي والأسعد بشكل كبير جمهور النادي الأهلي خلال الأيام الماضية هو الأداء المميز والنتيجة الطيبة اللي النادي الأهلي قدر أن يحرز 3 أهداف في مباراة مصر المقصة، وأيضا كمان أداء أكثر من رائع يدل ان في شغل فني مميز جدا من الجهاز الفني بقياده مستر مارتن لاسارتي. بالفعل يمكن شفنا جمل تكتيكيه كثيره، اداء ويمكن اصرار كبير وجديه كبيره جدا خلال المباراه الماضيه، وايضا من خلال يمكن متابعتنا في التدريبات لا يمكن الجهاز الفني الراجل بيقوم بدور كبير، بيحاول ان هو يضع فكره من اللعيبه، بيكون جلسات فرديه وجماعيه مع اللاعبين لوضع التكتيك اللي الراجل حابب ان هو يلعب بيه النادي الاهلي خلال المباريات القادمه. ظروف صعبه، اصابات وغيابات ولاعيبه يمكن بنفقدها كل مباراه، نفقد اكثر من لاعب، فده يمكن بيحمل عبء كبير جدا على الجهاز الفني ان يحاول يتواجد البديل بنفس الكفاءه بنفس المواصفات، وايضا كمان الظرف يمكن اللي بيكون يعني بنقدر نقول ان بيبقى شيء مش مميز للنادي الاهلي وجهازه الفني ان احنا بنلعب اكثر من لاعب في مكان غير مكانه، وده طبعا بيؤدي بشكل كبير على تاثير على التكتيك وعلى الاداء. لكن الحمد لله يمكن لعيبه النادي الاهلي خلال الفتره الماضيه كل لعيب يتواجد سواء مكانه او مش مكانه بيؤدي اداء اكثر من رائع، على راسهم طبعا زي ما شفنا كريم نيدفيد سواء بيلعب باك رايت بيلعب في نص الملعب بيحاول ان هو طبعا يؤدي كل ما عنده الكل على قلب رجل واحد كعاده فريق النادي الاهلي. خلق دوافع مستمره من الكابتن سيد عبد الحفيظ والجهاز الفني للنادي الاهلي، تحديات كبيره جدا يا شيما، شهر 2 مليء بالمباريات في البطوله الافريقيه وفي بطوله الدوري العام، فلابد يكون المتواجد في قائمه الفريق يكون جاهز طبيا وجاهز فنيا بنسبه 100%. على ذكر ايضا القائمه اللي مشاركه النهارده في المباراه 20 لاعب على راسهم شريف اكرامي والشناوي ومحمد هاني، ياسر ابراهيم، ايمن اشرف، سعد سمير، علي معلول، محمود وحيد، باسم علي، عمرو السوليه، هشام محمد، صلاح محسن، جيرالدو حمودي، حسين الشحات، جونيور اجاييه، صالح جمعه، وكريم ندبد، وناصر ماهر، ورمضان صبحي. زي ما ذكرنا 20 لاعب متواجدين في قائمه النادي الاهلي، لكن على الجانب الاخر عدد كبير ايضا بيغيب عن هذه المباراه من رؤيه فنيه واصابات، وايضا لاعبين عائدين من التاهيل مراحل متقدمه لاكثر من لاعب في التاهيل ان شاء الله باذن الله يعودوا سريعا لقائمه النادي الاهلي للاستعانه بيهم خلال المباريات القادمه. لو بذكر ايضا كمان معاك يا شيما الغيابات لفريق النادي الاهلي، وليد ازارو، مروان محسن، الشيخ احمد فتحي، وليد سليمان، حسام عاشور، محمد نجيب، حمدي فتحي، ومحمد محمود، واكرم توفيق. لو بخص كمان حمدي فتحي اللي كان ظاهر بشكل مميز ورائع خلال المباراه الماضيه وبان الانسجام السريع للاعب اللي كان بالفعل ادى اداء متميز جدا في منتصف الملعب، اداء هجومي واداء دفاعي الامر كان مميز جدا لهذا اللاعب، لكن لعنه الاصابات والاجهاد اللي بتواجه لاعبي النادي الاهلي طالت اللاعب حمدي فتحي عنده بعض الاجهاد في العضله الضمه، فاكيد اختيار موفق، وايضا كمان الجهاز الطبي والجهاز الفني قال لابد يكون في راحه للاعب للاستفاده خلال المباريات القادمه، عندنا مباريات قويه في بطوله افريقيا وفي بطوله الدوري العام، فان شاء الله يلتقط بعض الانفاس وباذن الله ان شاء الله يكون الجهاز الطبي للنادي الاهلي يقوم بتاهيل اللاعب تجنبا لارهاق حمدي فتحي وايضا كمان كافه اللاعبين، لان تلاحم المباريات هو ده اللي بيؤدي لارهاق واجهاد كافه لاعبي النادي الاهلي. لحظات بسيطه جدا ويمكن النادي الاهلي في محاضره فنيه اخيره
داخل فندق الاقامه. مستر مارتن لاسارت هيضع التشكيل اللي هيقود به النادي الاهلي هذه المباراه، وايضا كمان كل الواجبات الهجوميه والدفاعيه للاعبي النادي الاهلي، واللعبه ايضا كمان على ثغرات الدفاع في فريق وادي دجله. ان شاء الله باذن الله شيما تكون هذه المباراه من نصيب النادي الاهلي. النادي الاهلي يستمر في اسعاد الجماهير، يستمر في الاداء المميز اللي منتظرينه بشكل كبير جدا تحت قياده مستر مارتن لاسارت، وايضا كمان كل الصفقات وكل اللاعبين المتواجدين في النادي الاهلي. وان شاء الله نكون مستمرين مع كل جمهورنا من خلال شاشه قناه النادي الاهلي لحظه بلحظه مع فريق النادي الاهلي من فندق الاقامه وحتى ملعب المباراه. عوده ليك يا شيما. شكرا ليك كريم احمد مراسل قناه النادي الاهلي من معسكر اقامه الفريق، فطبعا الفندق اللي موجود فيه دلوقتي قبل 3 ساعات بس من اللقاء الهام قصاد وادي دجله الساعه 8 على ملعب بترو سبورت في الجوله 20 من الدوري الممتاز. ونبتدي حلقتنا بقى معاكم دلوقتي كالعاده باهم العناوين. الاهلي يواجه وادي دجله في الاسبوع 20 في الدوري الممتاز. الاهلي يسعى لمواصله الانتصارات على حساب وادي دجله. رسميا ميدو جابر في المقصه بيع نهائي. رسميا اعاره اكرم توفيق واسلام جابر للجونه لمده 6 شهور. أزارو يشارك في تدريبات الكرة تمهيدا لعودته للملاعب. حمدي فتحي وعلي لطفي يؤديان جلسة تأهيل في الجيم. طارق أنديل رئيسا لبعثة الغطس في هولندا. الكاف يعلن موعد قرعة أمم أفريقيا عند سفح الأهرامات. وهنبتدي معاكم حلقتنا كالعاده باخر واهم الاخبار اللي اتقالوا عن النادي الاهلي في الصحافه. الاهرام الليله الاهلي يبحث عن فوز جديد في وادي دجله. الجمهوريه على ملعب بترو سبورت الليله الاهلي العنيد يبحث عن المزيد امام دجله. المسا الاهلي ودجله حلم الوصول للقمه والهروب من القاع، الاوروغوياني يسعى لمواصله انتصاراته واليوناني عايز نقطه. الاخبار اليوم الاهلي ودجله صراع بين القمه والقاع، لاسارتي يشرح للاعبين خطه المباراه بالفيديو والصفقات الجديده سلاح تاكس. في الاخبار المسائي دجله بوابه الاهلي لاستمرار الصحوه، لاسارتي يحذر من المنافس وجونيس يستعين بالوجوه الجديده لاسقاط البطل. اليوم السابع الاهلي يواجه دجله لمواصله ثوره الانتصارات المحليه، الليله الاحمر يتسلح بالعائدين من الاصابات والصفقات الجديده، وتاكس يبحث عن انتفاضه للهروب من شبح الهبوط. المصري اليوم الاهلي يسعى لمواصله الانتصارات على حساب وادي دجله، مارتين لاسارتي يطالب لاعبيه بتسجيل هدف مبكر وجونس يتحصن بالصفقات الجديده لتحقيق المفاجاه. الوفد في مواجهة مثيرة في الجولة 20 للدوري، الأهلي يسعى لمواصلة الانطلاقة القوية، وادي دجلة يتحدى بالنظرية اليونانية، لاسارتي يراهن على مثلث الهجوم الأحمر، وجاريس يتطلع لتحقيق مفاجأة. الدستور اليوم الأهلي يواصل ملاحقته للمنافسة على صدارة الدوري أمام وادي دجلة. الأهرام الأهلي يدفع 205 مليون جنيه في ميركاتو شتوي تاريخي، الجهاز الفني يسجل 28 لاعب في اتحاد الكرة وحيرة بسبب ربيعة وعمرو جمال. الأخبار المسائي جلسة لحسم مقعدي القائمة الإفريقية. الأخبار صالح في القائمة الإفريقية. الأخبار رسميا ميدو جابر في المقصة بيع نهائي. هنبتدي مع حضراتكم طبعا الحلقه بتفاصيل اهم العناوين اللي استعرضناها دلوقتي، وهنبتدي من جريده الاهرام اللي قالت ان انتهى الجهاز الفني للنادي الاهلي من القائمه النهائيه للنادي الاهلي بعد طبعا موسم الانتقالات التاريخي اللي حصل لاول مره في فتره الانتقالات الشتويه بارقام تجاوزت حاجز ال 200 مليون جنيه. ضمت القائمه النهائيه للفريق 28 لاعب،
محمد الشناوي، شريف إكرامي، علي لطفي في حراسة المرمى، أحمد فتحي، باسم علي، محمد هاني، علي معلول، محمود وحيد، وأيمن أشرف، وسعد سمير، ومحمد نجيب، وأحمد علاء، وياسر إبراهيم، وحسام عاشور، وحمدي فتحي، وعمرو السولية، وهشام محمد، وإسلام محارب، ومحمد شريف، وأحمد الشيخ، وأحمد حمودي، وحسين الشحات، وجيرالدو، ووليد سليمان، ووليد أزارو، ومروان محسن، وجونيور أجاي، وصالح جمعة. ولسه طبعا الموقف حائر بالنسبة للثنائي رامي ربيعة وعمرو جمال، وإن كان في اتجاه كبير لقيد ربيعة عشان يكون رقم 29، لكن لسه في غموض بيسيطر على موقف عمرو جمال، برغم طبعا تلقيه لأكثر من عرض للإعارة وهيتم حسمهم خلال الساعات اللي جاية. كمان الجهاز الفني أيد صلاح محسن وكريم ندبد وناصر ماهر وأكرم توفيق ومحمد محمود ورمضان صبحي تحت السن. كمان خرج للإعارة عمار حمدي وعمرو بركات وأحمد حمدي وأحمد ياسر ريان ومحمود الجزار وميدو جابر على سبيل البيع النهائي لمصر المقصة، وصبري رحيل للاتحاد بشكل نهائي، وسليف كوليبالي للفتح السعودي على سبيل الإعارة، ومؤمن زكريا لأحد السعودي لحد نهاية الموسم. وضم النادي الأهلي محمد محمود مقابل 15 مليون جنيه من وادي دجلة، ومحمود وحيد من المقصة بنفس المبلغ، رمضان صبحي إعارة لحد نهاية الموسم مقابل 800 ألف استرليني يعني 19 مليون جنيه مصري، حسين الشحات من العين الإماراتي ب 5 مليون دولار يعني تقريبا 90 مليون جنيه مصري، حمدي فتحي كمان من أنفي مقابل 25 مليون جنيه مصري، وياسر إبراهيم من سموحة مقابل 30 مليون جنيه، وجيرالدو من أول أغسطس الأنجولي مقابل 600 ألف دولار يعني حوالي 11 مليون جنيه مصري، عشان توصل القيمة الإجمالية لصفقات الشتاء في النادي الأهلي ل 205 مليون جنيه مصري. كمان الأخبار المسائية قالت إن بيحسم الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي المكانين الأخيرين في القائمة الأفريقية بعد طبعا مباراة وادي دجلة والمقرر ليها النهاردة مساء في الجولة العشرين من منافسات الدوري الممتاز. هيعقد لسارتي جلسة خاصة مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة والجهاز المعاون عشان يحددوا اسم المقعدين الأخيرين في القائمة الأفريقية. بينتظر طبعا الجهاز الفني اللحظات الأخيرة قبل ما يتقفل باب القيد في نهاية الشهر الجاري عشان يحسموا الملف ده. وكان الجهاز الفني قبل كده قيد طبعا رمضان صبحي وياسر ابراهيم وحسين الشحات، وده كان قبل مواجهه بيتا كلوب الكونغولي في افتتاح مشوار دور المجموعات في دوري ابطال افريقيا، وبعد كده ايد الثنائي حمدي فتحي وجونيور اجاي، ده كان قبل مباراه شبيبه الثوره الجزائري في الجوله الثانيه من منافسات دور المجموعات، عشان يتبقى مكانين بس للنادي الاهلي في القائمه الافريقيه هيتم حسمهم بعد المباراه النهارده. كمان الأخبار قالت إن قرر الجهاز الفني لفريق النادي الأهلي بقيادة مارتين لاسارتي حسم المقعدين الأخيرين في القائمة الأفريقية في جلسة خاصة مع الخواجة، ويعقدها سيد عبد الحفيظ مدير الكرة والجهاز المعاون عشان يقدروا يحددوا أسامي المقعدين الأخيرين في القائمة الأفريقية قبل ما يتقفل باب القيد في نهاية الشهر الجاري. استقر لاسارتي إن هو يضم الثنائي صالح جمعة ومحمود وحيد في القائمة القارية للفريق استعدادا للمنافسات اللي جاية. كمان النادي الأهلي زي ما قلت لكم إن هو أيد الثلاثي رمضان صبحي وياسر إبراهيم وحسين الشحات قبل مواجهة بيتا كلوب الكونغولي في افتتاح مشوار الفريق في دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا، وبعد كده أيد حمدي فتحي وجونيور أجاي قبل لقاء شبيبة الثورة الجزائري في الجولة الثانية من دور المجموعات في المسابقة القارية.
الأخبار كمان قالت أن رجع ميدو جابر صانع ألعاب فريق النادي الأهلي لارتداء قميص فريقه السابق مصر المقاصة خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، بعد ما قدرت إدارة النادي الفيوم أن هي تحسم صفقة اللاعب امبارح بعد الاتفاق مع النادي الأهلي. نجح دكتور عصام سراج مدير التعاقدات في نادي مصر المقاصة أن هو يستغل علاقته القوية بمسؤولين النادي الأهلي أن هو يحسم الصفقة في وقت قياسي عشان يدعم صفوف الفريق في الميركاتو الشتوي. وأشاد سراج بالعلاقات القوية اللي بتجمع ما بين إدارة النادي الأهلي وإدارة مصر المقاصة والأسلوب المحترم اللي بينتهجه الطرفان في إتمام أي صفقة لصفقات اللعيبة ما بينهم. وقال كمان سراج أن التعاقد مع ميدو بيعتبر صفقة قوية نظرا لما يتمتع به اللاعب من إمكانيات فنية وبدنية متميزة. مشاهدينا هنطلع دلوقتي معاكم نشوف اخر اخبار النادي الاهلي على مواقع الانترنت او المواقع الخاصه اللي بتنقل طبعا كل اخبار النادي الاهلي. في الجول مران قوي لغائبين الاهلي عن مواجهه دجله وتدريبات بالكره لمروان محسن وازار. المواقع الرسمي للنادي الاهلي ازار يشارك في تدريبات الكره. الموقع الرسمي للنادي الاهلي حمدي فتحي وعلي لطفي يؤديان جلسه تاهيل في الجيم. اليوم السابع تضاؤل الفرص مشاركه حمدي فتحي مع الاهلي امام سيمبا. بوابه اخبار اليوم جوكر الاهلي واصل تنفيذ برنامجه التاهيلي. الاهلي فاضل بين 3 انديه لاعاره صفقته الجديده. سيدات طائرة الأهلي يواصل التدريبات استعدادا للصيد في البطولة العربية. طارق أنديل رئيس لبعثة الغطس في هولندا. نروح مع حضراتكم لأهم تفاصيل الأخبار اللي اتقالت عن النادي الأهلي في مواقع الإنترنت، ونبتدي مع موقع في الجول اللي قال إن خاض لاعيبة النادي الأهلي اللي غايبين عن مواجهة وادي دجلة تمرين قوي على ملعب مختار التتش، وشارك في التمرين إسلام محارب، رامي ربيعة، محمد الشريف، عمرو جمال، حسام عاشور ومروان محسن. كمان الموقع الرسمي للنادي الاهلي قال ان وليد ازارو مهاجم النادي الاهلي شارك في تدريبات خفيفه بالكوره تحت اشراف طارق عبد العزيز اخصائي التاهيل في الجهاز الفني النهارده الصبح يوم الاثنين على ملعب مختار التتش في الجزيره. خضع ازارو لتدريبات تاهيليه في الجيم في اطار البرنامج التاهيلي عشان يتعافى من الاصابه. كمان الموقع الرسمي للنادي الاهلي قال ان حمدي فتحي وعلي لطفي لاعبي النادي الاهلي خاضوا تدريبات تاهيليه في الجيم على هامش تمرين الغايبين عن مباراه وادي دجله واللي هتقام النهارده الساعه 8 مساء. حمدي فتحي بيعاني من اجهاد في العضله الضمه وعلي لطفي بيعاني من الاجهاد العضلي. كمان اليوم السابع قالت ان تضاءلت فرص حمدي فتحي لاعب النادي الاهلي في المشاركه مع الفريق في المباراه القادمه قدام سيمبا التنزاني والمقارنه ليها ان شاء الله 2 فبراير اللي جاي في برج العرب في الجوله الثالثه لدور المجموعات في دوري ابطال افريقيا. بسبب اصابته اتعرض حمدي فتحي لاصابه بسيطه عباره عن شد في العضله الضمه ودي حرمتهم من المشاركه في التدريبات مع الفريق، واكيد هتبعته كمان عن مباراه النادي الاهلي وادي دجله النهارده، وهيخضع حمدي فتحي لاختبار طبي خلال 24 ساعه وبعد كده طبعا هيتم معرفه ان كان هيشارك ولا لا. وكمان المعلومات الاوليه بتشير ان حمدي فتحي هيكون صعب ان هو يشارك مع الفريق في المباراه الافريقيه القادمه قصاد سيمبا التنزاني. بوابة أخبار اليوم كمان قالت أن واصل أحمد فتحي الظهير الأيمن لفريق النادي الأهلي تنفيذ البرنامج التأهيلي النهاردة الصبح يوم الاثنين على هامش تمرين الفريق على ملعب مختار التتش في الجزيرة. بيعاني فتحي من الإصابة في العضلة الأمامية، أدى اللاعب تدريبات تأهيلية في الجيم. كمان موقع بيتو قال انه بيفاضل مسؤولين النادي الاهلي ما بين 3 انديه لاختيار نادي فيهم عشان يعيروا اسلام جابر لاعب الفريق الجديد واللي انتقل من صفوف الالومنيوم خلال فتره الانتقالات الشتويه الحاليه. ووصل اللاعب للنادي الاهلي الجديد وبعد كده تم الاستقرار على عرضه لاكتساب المزيد من الخبرات،
وفي ثلاث عروض دلوقتي من المقاولين ومن الداخليه ومن الجونه، ويحسم النادي الاهلي موقف اللاعب النهائي بشان تجديد وجهته اللي جايه، واللي طبعا بتقترب من الجونه، واكيد طبعا كمان طلب استعارته او استعاره اكرم توفيق لاعب وسط النادي الاهلي لمده 6 شهور، وده اللي حصل فعلا. الموقع الرسمي برضو للنادي الاهلي قال ان بيؤدي فريق الكوره كره الطايره سيدات في النادي الاهلي تدريباته الساعه 6 مساء النهارده. الفريق بيواصل تدريباته من غير الحصول على اي راحه بعد مواجهه الدفاع المغربي اللي فاز فيها النادي الاهلي 3-0 في المباراه اللي جمعت الفريقين امبارح يوم الاحد في افتتاح البطوله العربيه للانديه. بتخوض لاعبات النادي الاهلي برنامج استشفائي خلال تمرين النهارده بعد المشاركه في مباراه امبارح، وبيستعد النادي الاهلي لمواجهه الصيد المصري في الجوله الثانيه لمنافسات البطولة العربية للأندية، والمحدد ليها إن شاء الله الساعة 7 مساء يوم الثلاث بكرة في الصالة المغطاة في استاد القاهرة. وبينضم لنا دلوقتي كابتن حمدي الصافي المدير الفني لفريق الطايره سيدات. مساء الخير على حضرتك. اهلا وسهلا حضرتك. طبعا في البدايه عايز ابارك حضرتك على الفوز امبارح في البطوله العربيه، وعايز اعرف برضو من حضرتك الاستعدادات للقاءات القادمه، يمكن في بكره ان شاء الله لقاء لسيدات النادي الاهلي. الحقيقه طبعا البطوله السنه دي قويه جدا، كل الفرق تقريبا مدعمه نفسيا سواء محترفين او اعراض داخليه من فرق الاخرى، لان كل فرقه طبعا بيسمح لها ان هي تضم 2 مشترك الفريق بتاعها. طبعا احنا في اول مباراه قويه مع فريق الوداد المغربي، الحمد لله يعني البنات كلهم ادوا اداء عالي جدا، واحنا بنحاول الماتشات كلها نشارك اكبر عدد من اللاعبات لتجهيزهم طبعا لاخر لقائين مع الزمالك وفريق صفاقس التونسي اللي تقريبا هيبقوا اقوى لقائين في البطوله ويحسموا البطوله بشكل كبير يعني. طب انا عايز اسال حضرتك برضو عن مين هو اقوى منافس بينافس النادي الاهلي على البطوله دي؟ الحقيقه السنه دي زي ما بقول لك البطوله يعني معظم الفرق عندنا فرق التونسي فريق قوي جدا، عنده 2 محترفين، فريق الزمالك جايب محترفه وفريق قوي، فريق سبورتنج عنده محترف وفريق قوي، فالحقيقه السنه دي معظم المباريات في الملعب بطوله يعني قويه. كابتن حمدي برضو انا عايز اسال حضرتك عن كوره الطايره عامه عندنا في مصر بالنسبه للسيدات، اكيد طبعا ومنتخبنا منتخب السيدات، عايز اعرف موقعنا فين افريقيا وعالميا. لا الحقيقه الطايره السيدات في مصر اتطورت جدا في السنين الاخيره، بقت مش قوي على مستوى افريقيا مع كينيا والكاميرون وتونس والجزائر، واعتقد ان الفريق المصري ان شاء الله باذن الله يعني في الاولمبياد الجايه المفروض يبقى موجود، لو تم تدعيم الفريق كويس جدا وتم تحضيره كويس للبطوله الافريقيه اللي هي المؤهله للاولمبياد، فاتوقع ان شاء الله الفريق المصري هيكون متواجد بقوه في الفتره الجايه باذن الله. احنا بنعرض دلوقتي على الشاشه لقطات من مباراه النادي الاهلي امبارح اللي فاز فيها 3-0 في المباراه اللي جمعته مع الدفاع المغربي، طبعا بنبارك لحضرتك مرة تانية، والجمهور كان كتير جدا. هو طبعا من جمهور النادي الاهلي دايما بيؤثر فريق كرة الطايرة السيدات سواء في البطولات العربية أو البطولات الأفريقية، وبيبقى سبب رئيسي لإحراز البطولات، واحنا إن شاء الله بإذن الله منتظرين دعمهم في المباريات القوية القادمة، وإن شاء الله يبقى عامل مؤثر زي كل سنة في إحراز البطولة بإذن الله. بشكرك جدا استاذ او كابتن حمدي الصافي مدير الفني لفريق الطايره سيدات، بشكرك جدا وبالتوفيق طبعا في اللقاءات القائمه. نرجع تاني للموقع الرسمي للنادي الاهلي اللي قال ان مجلس اداره النادي الاهلي برئاسه كابتن محمود الخطيب
كابتن محمود الخطيب كلف استاذ طارق قنديل عضو مجلس اداره النادي الاهلي برئاسه بعثه فريق الغطس اللي هتسافر بكره ان شاء الله يوم الثلاث لهولندا استعدادا للمشاركه في بطوله هولندا الدوليه ولا تقام خلال الفتره من 31 يناير الجاري وبتستمر لحد 6 فبراير اللي جاي. وبتعد طبعا بطوله هولندا الدوليه دي من اكبر البطولات العالميه في الغطس وبيشارك فيها العديد من الفرق المميزه في دول العالم. مشاهدينا معادنا مع فاصل سريع وبنرجع نكمل معاكم بقيه فقراتنا في كلام في الميديا، خليكم معانا. سريعا ولسه مكملين معاكم فقراتنا في كلام في الميديا وبنوصل معاكم دلوقتي لاهم الاخبار المحليه والعالميه وكمان اخر اخبار محترفينا في الخارج. بوابه اخبار اليوم، الكاف يعلن عن موعد قرعه امم افريقيا عند سفح الاهرامات. اليوم السابع، لجنه من وزاره الرياضه واتحاد الكره تعين استاد بورسعيد قبل امم افريقيا. الجمهورية أونلاين، أحمد حسن مكي عن حسام غالي، خبرة كبيرة ويفيد الفريق. بوابة الشروق، حسب مصطفى مونديال اليد 2021 في مصر سيشهد نظام جديد لراحة اللاعبين. البوابة سبورت، انقسام في الجبلاية حول ملعب السوبر. بوابة فيتو، أول تعليق من الجهاز الفني للمنتخب على التراجع الحضري عن الاعتزال. الملعب، أجاري يتفق مع غريب قبل أمم أفريقيا 2019. يور سبورت عربية، نادي إنجليزي يرفض ضم محمد صلاح مقابل نص مليون استرليني. بطولات، ميسي ومبابي يواصلان الصراع على قمة الحذاء الذهبي ومحمد صلاح يتراجع. مبتدأ، مواجهة مصرية في الدوري التركي. في الجول، رسميا الرجاء المغربي يعلن إقالة جاريدو. صدى البلد، رسميا إقامة السوبر الأفريقي في الدوحة 29 مارس المقبل. كورة، وضع مانشستر يونايتد لا يرضي دخية. سبورت 360، ليفربول يحاول خطف فيلو الجديد من كبار الدوري الإيطالي. يلا كورة، تاخذ نيمار لن يلحق بمباراة اليونايتد ومن الصعب تحديد موعد عودته. كأس العربية، رسميا الكشف عن الملعب المستضيف لنهائي بطولة كأس ملك اسبانيا. 1-3 أرسنال يعلن غياب سوكراتس عن الفريق حتى نهاية فبراير بسبب الإصابة.
نروح سريعا مع حضراتكم لأهم التفاصيل، وهنبتديها من بوابة أخبار اليوم اللي قالت أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف أعلن أن يوم 12 إبريل اللي جاي هيكون معاد لإقامة حفل قرعة نهائيات كأس الأمم الأفريقية واللي بتستضيفها مصر في يونيو اللي جاي. قال الكاف عبر موقعه الرسمي أن قرعة كأس الأمم الأفريقية هتقام في منطقة الأهرامات في الجيزة، فحفل هيكون يوم 12 إبريل اللي جاي. حسم الملف المصري استضافة وتنظيم نهائيات كأس الأمم الأفريقية بحصوله على 16 صوت في مقابل صوت واحد لملف جنوب أفريقيا. اليوم السابع كمان قال ان لجنه هندسيه مشكله من وزاره الشباب والرياضه واتحاد الكوره زارت النهارده الظهر استاد النادي المصري لاعداد تقرير مبدئي عن حالته العامه بكافه مرافقه للبدء في عمليه تطويره خلال الفتره القليله اللي جايه في اطار طبعا الاستعداد لاستضافه بطوله امم افريقيا 2019 واللي بتنطلق خلال شهر يونيو اللي جاي، وبيستضيف استاد المصري العديد من المباريات. رافق اللجنه عدد من مسؤولين الشركه الراعيه للاتحاد المصري لكره القدم، وكان في استقبالهم ابراهيم شتا المدير الفني او المدير التنفيذي عفوا للنادي، ومعاه عدد من مسؤولين الادارات التنفيذيه في النادي. تفقدت اللجنه كل المرافق الخاصه بالاستاد سواء في المدرجات او مداخل ومخارج الملعب وشبكات الاضاءه والدفاع المدني والحريق وغرفه المراقبه وغرف خلع الملابس وارضيه الملعب عشان يتم معاينتها او معاينه المرافق دي على الطبيعه واعداد تقرير بحالتها للبدء في تطويرها. كمان الجمهورية أونلاين قالت أن أحمد حسن مكي مهاجم نادي الجونة اتكلم عن مدير الكرة الحالي في فريقه حسام غالي، وقال مكي في تصريحات تلفزيونية حسام غالي عامل فرق كبير مع الفريق وهو خبرة كبيرة وبيفيد الفريق، وقال كمان أن حسام غالي أكتر الملتزمين جوه نادي الجونة، ملتزم أكتر من اللعيبة نفسهم، بيحضر التمرين قبل الكل وفي نفس الأمر بالنسبة للاجتماعات، وقال كمان هو في عمر قريب جدا من اللاعبين بيقعد معاهم كتير وبيتعامل معاهم بشكل مميز. وقال في كمان تصريحاته ان حسام غالي احيانا بيظهر عليه علامات العصبيه، ولكن ده بيحصل في اوقات بتستحق ان يكون في عصبيه ولكن بدون اي تجاوزات في حق اي حد، وهو اكيد عايز النجاح ومركز جدا في الموضوع ده. كمان بوابة الشروق قالت ان دكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد اكد ان النسخة اللي جاية في كاس العالم اللي هتستضيفها مصر سنة 2021 هتشهد نظام جديد لإراحة اللعيبة والمحافظة عليهم، وقال مصطفى في تصريحات لموقع الاتحاد الدولي بطولة العالم المقبلة ستشهد يوما للراحة بين المباريات وايضا مباريات اقل للفرق في الادوار الاولى. وقال كمان خلال كونجرس الاندية في اوروبا كان الاتحاد الدولي يريد زيادة عدد الايام الراحة اللاعبين، لكننا نعلم ان الانديه تحتاج للراحه واكيد كمان اللعيبه. كمان البوابه سبورت قالت ان في حاله من الانقسام بتسيطر على مجلس اداره اتحاد الكوره برئاسه المهندس هاني ابو ريده بسبب تحديد مكان ملعب السوبر ما بين النادي الاهلي والزمالك. اقترح عدد من اعضاء اتحاد الكوره اقامه المباراه على ملعب استاد القاهره الدولي بحضور جماهيري كامل، وده هيكون كبروفة قوية طبعا قبل انطلاق فعاليات كاس الامم الافريقية 2019 بدل من اقامة المباراة في الاعوام الثلاثة الماضية في الامارات. كمان اعترض عدد تاني من الاعضاء خوفا من حدوث اي ازمات جماهيرية تعصف بحلم تنظيم المونديال خصوصا في ظل توتر العلاقة ما بين جماهير القطبين، والمفروض ان هيتم حسم القرار ده في الاجتماع النهائي في الاجتماع القادم للاتحاد. كمان بوابة بيتو قالت ان المكسيكي خافيار اجاري المدير الفني للمنتخب الوطني تعجب من قرار عصام الحضري حارس مرمى الفريق الاول لكرة القدم في الاسماعيلي السابق بالتراجع عن الاعتزال الدولي. فجر الحضري مفاجأة امبارح بعد تراجعه عن الاعتزال الدولي، واكد ان هو بيحلم ان هو يرجع مرة تانية لحراسة مرمى منتخب مصر في امم افريقيا 2019، وبيحلم ان هو ينضم لقائمة ال 23 لاعب في كان 2019. واكد احد اعضاء الجهاز الفني
ان اجيريا تمسك بسياسه ضم اللعيبه صغار السن وضخ دماء جديده داخل صفوف المنتخب، وده اللي هيعتمد عليه خلال الفتره اللي جايه. واكد كمان اجيريا لجهازه المعاون ان مركز حراسه المرمى من افضل المراكز في الدوري المصري مع ظهور اكتر من حارس جيد، وقال كمان ان لازم اللعيبه دي او الحراس دول ياخدوا فرصهم. كمان موقع الملعب قال ان خافير اجاري المدير الفني للمنتخب الاول اتفق مع شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الاولمبي ان تكون الاولويه للمنتخب الاول في ضم اللعيبه خلال الفتره اللي جايه، خصوصا قبل بطوله امم افريقيا 2019 اللي بتستضيفها مصر. اكد شوقي غريب ترحيبه الشديد بانضمام اي لاعب للمنتخب الاولمبي او من المنتخب الاولمبي للمنتخب الاول طول الفتره اللي جايه، وده عشان طبعا من منطلق الدعم الكامل للفراعنه عشان يحققوا لقب كان 2019 على ان يحتفظ بلاعبيه قبل بطوله امم افريقيا مؤهلة لأولمبياد. ومن ناحية تانية بيعتمد أجاري برضو على أكتر من لاعب في المنتخب الأولمبي، وجت أساميهم كالتالي: صلاح محسن، محمد صادق، طاهر محمد طاهر، بخلاف محمد محمود قبل ما يتم أو تتم إصابته بالرباط الصليبي. كمان يورو سبورت العربيه قالت ان في صحيفه الديلي ستار الانجليزيه كشفت عن سر لم يتم الافصاح عنه قبل كده بشان تعاقد محمد صلاح وقدومه للبريمير ليج. كشفت ان محمد صلاح كان على وشك الانضمام لنادي نيوكاسل يونايتد سنه 2011 وبمقابل قليل جدا، نص مليون جنيه استرليني بس على سبيل الاعاره، مع خيار الشراء النهائي في نهايه الموسم. وبترجع تفاصيل الصفقه لسنه 2011 لما دخلت اداره الماكفايز في محادثات مع إدارة نادي المقاولين العرب عشان يتعاقدوا مع محمد صلاح، والمفاوضات دي كانت ماشية بطريقة كويسة جدا وتم الاتفاق على المقابل المادي، ولكن بعد كده تبدد بقى حلم صلاح. بحسب ما ذكرت الصحيفة أن مدرب نيوكاسل يونايتد وقتها وهو آلان باردو كان متحمس جدا للصفقة واعتقد محمد صلاح هينضم لفريقه، لكن إدارة النادي رفضت وقتها أن هي تكمل في الصفقة وانسحبت. واضح أن ده كان يعني بسبب رؤيتهم أن المبلغ كان كبير جدا مقارنة بعدم وجود خبرة لمحمد صلاح في الأجواء الكرة الإنجليزية. كمان جدير بالذكر أن سعر محمد صلاح دلوقتي بحسب تقدير موقع ترانسفير ماركت 135 مليون جنيه استرليني، وهو من أغلى خمس لعيبة في العالم في الوقت الحالي. كمان موقع بطولات قال ان الثنائي ليونيل ميسي وكيليان امبابي وصلوا الصراع على قمه هدفين الدوريات الاوروبيه لحصد جائزه الحذاء الذهبي لموسم 2018-2019. نجح الارجنتيني والفرنسي في اضافه هدف جديد خلال مباريات جوله الاسبوع ده في بطوله الدوري. وصل ميسي لهدفه رقم 19 وامبابي كمان وصل لهدفه رقم 18 وفقا لصحيفه الموندو ديبورتيفو الاسبانيه. تراجع محمد صلاح كمان مركز عن الاسبوع اللي فات عشان يصبح في المرتبة الثالثة بسبب تأخر إقامة مباريات الجولة 24 من بطولة الدوري الإنجليزي أو البريمير ليج، ويفضل رصيده 16 هدف لحد دلوقتي. مشاهدينا انتهت حلقتنا النهاردة في كلام في الميديا، اشوفكم إن شاء الله بكرة في حلقة جديدة الساعة 5 مساء. يوم سعيد على حضراتكم.